كريم، النهائي في ملعب محايد. طبعا كابتن اسلام، اكيد موضوع الملعب مثار بقاله فتره، لان اكيد ما ينفعش السنه الثانيه على التوالي الفاينل يتلعب في نفس الدوري. طبعا كامل احترامنا لدوله المغرب وكل اشقائنا في المغرب، ولكن العقل والمنطق والحق بيقول طالما ان في اربع فرق وسط السيمي فاينل وما زال الاتحاد الافريقي ما حددش الدوله اللي هتتلعب في ماتش الفاينل، طالما ان هو هيتلعب من مباراه واحده، يبقى بكل امانه ما ينفعش يتلعب في اي ملعب من الدول الاربعه، حتى مصر. حتى احنا بنقول اهو، يعني احنا ربما الاتحاد بتاعنا اتاخر شويه في التدخل في هذا الامر، لكن احنا بنقول مثلا ما ينفعش الفاينل يتلعب في مصر طالما النادي الاهلي يعني حط قدم او بقى اصبح قبقه. يعني افهم كده، افهم من كده ان لو ان النادي الاهلي كان وقع الاختيار على ملعب المباراه النهائيه في مصر كنت هتعترض؟ احنا؟ اكيد هم كانوا هيعترضوا. واحنا بكل امانه طالما بنطلب بالحق، يعني حتى المشكله خلي بالك كانت هتحصل السنه اللي فاتت. لولا ان كايزر تشيفز عمل مفاجاه وخرج الوداد من السيمي فاينل، ما حدش كان متوقع بصراحه ان كايزر تشيفز ساعتها يعمل المفاجاه دي. لكن دلوقتي احنا لسه ما زلنا ما فيش قرار اتاخد، وحتى لو خدت بالك بقى كان في اسبوعين كده قاعد يقول لك ايه الاتحاد الكاف بيفكر يلعب الفاينل من ماتشين، نرجع لموضوع الذهاب والاياب. صح، كان في كلام كده مش فاهمين هو انت ليه اصلا عم بتثير هذه الامور في الوقت ده واحنا خلاص بنقرب من الفاينل. فانا اتمنى ان القضيه دي كلها تنتهي بان المباراه تتلعب في ملعب محايد، سواء في السنغال في نيجيريا، كل الملاعب دي ملاعب مقبوله من جميع الاطراف، والكويس واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كاتب له الفوز ينتصر، ومبروك للفايز وهارد لك للخسران.